دوري ابطال افريقيا، وايضا الدعم المستمر من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب للجهاز الفني واللاعبين على مدار الموسم. حاجه زي كده مهمه جدا بالنسبه لنا. انا عندنا حظ كويس ان عندنا رئيس لاعب كره القدم قبل كده وعارف، وده حاجه مهمه يبقى رئيسك لاعب كره القدم وعارف. عارف يعني ايه كره قدم على المستوى العالي والمستوى الاحترافي، لانه لاعب وعارف عارف يعني ايه لاعب في نادي كبير، وعارف ايه دوره وعارف ايه المفروض يحصل. لما كل احنا مسنودين او عندنا دعم من رئيس النادي بتاعنا، ان هو رئيسنا او كبير المنظومه موجود معانا متواجد معانا، خصوصا في اللحظات الصعبه في السودان مثلا، كان ماتش صعب جدا قدام الهلال هناك وفي سان داونز في جنوب افريقيا، برغم الفوز اتعادلنا وكان ممكن نخسر لان فرقه كبيره، سان داونز فرقه كبيره فرقه كويسه جدا، وكابتن الخطيب ما سابناش فضل موجود معانا متواجد معانا لان هو لعيب كره قدم سابق وعارف ان امتى الجهاز ولاعيبه كره القدم بيحتاجوا يكون رئيس النادي معاهم بيساندهم. هو راجل طبعا معني بتاريخ النادي، يعني هو جزء من التاريخ ده اصلا وعارف، لانه كان لاعب بيلعب في النادي ده في النادي الاهلي، فعارف يعني ايه الانجاز بتاعه وعارف يساعد في بناء مجد ليه. عاش اجواء زي اللي شافها في مباراه السودان قبل كده في كره القدم، ولا كان ده اول موقف ممكن يتفاجئ بيه واداله خبرات بعد كده؟ لا انا اعترف اني خفت بصراحه، كنت خايف. مش خايف من حاجه محدده، بس كنت خايف دي حاجه في راسي. انا لازم اروح المستشفى في السودان، ما اروحش ارجع القاهره لو اتصبت. كان حاجه كانت مرعبه شويه بصراحه، ان كره القدم توصل للمرحله دي من العنف حاجه فعلا بصراحه محزنه وتخوف. هم حذرونا من الاول ان في مخاطره ممكن يحصل احداث زي كده. الحمد لله احنا خرجنا سالمين، ما حصلش اي مشاكل من غير اي اصابات خطيره، والحمد لله عدت على خير. بعد ايام قليله لميكيلي في النادي الاهلي بيتوج ببطولة السوبر المصري أمام فريق كبير نادي الزمالك، وكان كمان النتيجة معها أداء رائع من فريق النادي الأهلي، حتى كانت انطباعات الناس كلها عن الجهاز الفني، كانت أول مباراة لرينيه فايلر والجهاز الفني المعاون الناس تبدأ تشوفها، خاصة إن كان في مباراة قبلها كانوا سبورت وما اتذاعتش، فما كانتش الناس لسه أو جماهير النادي الأهلي بدأت تتعرف على الجهاز الفني وعلى ميكيلي وعلى سيزا وعلى وريني فايلر وكل الجهاز الفني، وكانت دي هي بداية المشوار. شايف ازاي المباراة دي وكمان كانت تتويج ببطولة مهمة جدا لجماهير النادي الاهلي؟ وي سيتا كمان ماتش سي ريسكي بور لا ماتش طبعا كان فيه مخاطره كبيره بالنسبه لنا، فيه خطوره لان احنا كنا عايزين نقدم نفسنا، وكان بعديها برضه ماتش التاهل للابطال الافريقيه، يعني اول ما جينا ماتش كانوا كان في افريقيا، بعد كده على طول ماتش سوبر كان ما لحقناش ناخد نفسنا. المدرب بتاعنا حط تشكيل عشان يقدر يلعب ماتش كانوا عشان نقدر يعني نعمل نتيجه كويسه ونتاهل، وفي نفس الوقت برضه تشكيل تاني نقدر نكسب كاس السوبر وهو لسه جاي قدام نادي الزمالك، وانتوا عارفين نادي الزمالك ودايما ماتشات الزمالك بتبقى صعبه. عدينا الماتش كويس، وكوتش فايلر جاله احساس قال لك نعمل فريقين مختلفين، كل فرقه تلعب ماتش واحد ماتش عشان كانوا فرقه اللي كانوا فرقه ثانيه تشكيل ثاني، وعارف عنده ستايل ازاي يعملها كويس وعملها كويس واتقن ده، واعتقد الماتشين كانوا مهمين جدا، وماتشات نوعيه الماتشات دي مهمه لينا احنا كنادي، لان كان ماتشين ماتش المفروض يتاهل فيه وماتش ثاني المفروض نكسب بطوله عشان يعني بين قوسين يتم قبولنا من قبل الجماهير يقبلونا، وده جزء من كره القدم، احنا موجودين هنا عشان نكسب ونحقق القاب، لازم نكسب، ما ينفعش نفكر لحظه واحده ان احنا ممكن نخسر في دماغنا، بس ما عندناش في دماغنا غير ان احنا نفوز. كان برضو مباراه السوبر الثانيه اللي كانت في الامارات، النادي الاهلي برضو الكل اشاد بمستوى اللاعبين ومحمد الشناوي، النادي الاهلي كان هو الاقرب للفوز خلال ال 90 دقيقه، لكن وصلت لركلات الجزاء. ميكيلي اتكلم مع محمد الشناوي قبلها، كان في تمرينات خاصه لمحمد الشناوي على ركلات الجزاء، خاصه
ان الشناوي تصدى كمان لركله. لو ماتش دو كونتر زمالك بور نو سيتا لا ديسيبسيون دون لو سون. بالنسبه لنا طبعا ده كان اخفاق ازمتنا، كنا افضل وكنا لاعبين افضل مباراه، وكاس اللي فرقه واحده بس في الماتش واحنا، يعني احنا التانيين ما كناش موجودين خالص. يعني احنا كنا سجلنا هدف، الهدف المفروض نجيبه عشان يكسبنا، للاسف ما حرزناهوش ووصلنا لضربات الجزاء، لكن المحتوى الفني كان كويس في المباراه. نوصل لضربات الجزاء الترجيحيه، ودي بتبقى زي اللوتريه، زي كانها مقامره يعني. انا ما فيش حاجه اضيفها للشناوي قبل ضربات الجزاء، هو عارف يعمل ايه كويس، هو راجل عنده خبرات. ولازم برضو نقول الناحيه الثانيه الزمالك عندهم ناس بيلعبوا بيسددوا ضربات جزاء بمهاره. وزي ما بقول لك زي اللوتريه. انت بتراهن على اللعيبه واكبر دول في العالم. في كاس العالم، في كاس العالم في المانيا وفي امريكا وفي كاس العالم اتلعبت قبل كده. بيحصل ان ممكن اللعيبه تخفق وتهدي ضربات جزاء لو فقدت تركيزك لثواني، وتبقى ازاي تخرج خصمك من تركيزه او وتوصله للحته، يعني توصل كحارس مرمى ازاي تخلي اللعيب تاثر عليه وتخليه يلعب في الزاويه اللي انت عايز تصد فيها. بعد كده في الاخر بتبقى فوز 50% 50%، ممكن يخش فيك نسبه 50% او تتصدى 50%. طيب عايزين نروح لبطوله دوري ابطال افريقيا، شايف البطوله ازاي؟ خاصه خلاص النادي الاهلي اقترب يعني قبل توقف النشاط من الخطوات الاخيره، كان هيلاعب الوداد. شايف بطوله دوري ابطال افريقيا ازاي؟ وشايف ازاي كمان حظوظ النادي الاهلي في هذه البطوله، خاصه انها كانت غايبه بقى لها حوالي ما يقرب من 7 سنين عن النادي الاهلي. أنا نفس الحظوظ زي الفرق التانية. احنا اخر 4 فرق، افضل 4 فرق في افريقيا في الوقت الحالي. واحد من 4 المفروض يكسب. وكل عايز يكسب طبعا الـ4. احنا موجودين هنا وعندنا امل ان احنا نكسب، احنا موجودين عشان نكسب. يعني نلعب باي شكل، المهم في الاخر نحقق هدفنا ان احنا نكسب، احنا عايزين نربح اللقب. لكن عشان نوصل للنهائي لازم تكسب، عشان توصل للنهائي وتكسب الكاس لازم تكسب الماتشات الجايه. هنبذل خساره جهوديه ان احنا نكسب. واحنا متعودين ان احنا نكسب. يعني انا عارف الموضوع مش هيبقى سهل طبعا، لان عندنا خصم هيلعب قدامنا وعايز مش هيفرص الماتش بسهوله. هو برضه في دماغهم عايزين يكسبوا زينا، عايزين يكسبوا اللقب زينا. لازم احنا نبقى الاقوى ونفرض نفسنا وندي كل عندنا عشان نكسب ونحقق الكاس للنادي. احنا كافراد جهاز احنا موجودين هنا، جينا هنا مصر عشان نحقق فوز، عشان نكسب. عايز بقى اخده واساله عن علاقته بالجهاز الفني، خاصة اللي هو يعني اللي قاعدين معاه كمان في المكان اللي هو متواجد فيه، سيزا شعيب وايضا كمان كل الجهاز الفني وعلى راسهم طبعا ريني فايلر. الي فانتاستيك. علاقتي بيهم رائعة بصراحة. احنا بشكل جهاز بنشتغل مع بعض كفريق عمل. نتكلم مع بعض بصراحة، بنكون محتاجين نقعد نتكلم مع بعض، ما بنخبيش حاجة على بعض. احنا ناس محترفين. وكل واحد عارف مهام وظيفته ايه، سواء توماس او دافيد او شعيب، حتى كابتن سامي احمد سليمان، كل افراد الجهاز بنكون عائله مع بعض. ده حاجه مهمه جدا. نجاح الفرقه ونجاح النادي من نجاح اسره الجهاز الفني. يبقى في حد بس بيتكلم، صوت واحد بس، صوت واحد لاسره كبيره. طيب تعالى معانا بقى نشوف سيزا المدرب العام.